الجثمان وقف في الكمين والنيابة بتتدخل. تفاصيل أزمة دفن حلمي بكر. حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد رحيل الموسيقار حلمي بكر في إحدى المستشفيات بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية. كشف الفنان خالد بيومي نقيب المهن الموسيقيين بالشرقية وأمين الصندوق بالنقابة العامة تفاصيل أزمة نقل جثمان الموسيقار حلمي بكر من محافظة الشرقية للقاهرة، وقال في تصريحات خاصة إنه بعد وفاة حلمي بكر وجه الفنان مصطفى كامل النقيب العام للموسيقيين بتحمل مصاريف الجنازة كاملة وتحمل المصاريف الأخرى من نفقاته الخاصة. وتابع خالد وقال إنه على الفور توجه للمستشفى لاستلام الجثمان، لكنه تفاجأ بأن أرملة حلمي بكر بتمتنع عن تسليم تصاريح الدفن إلى أشقاء الموسيقار الراحل، ودفع الجميع للذهاب إلى قسم شرطة كفر صقر بالشرقية بصحبة عمدة المنطقة لحل النزاع هناك، لافتا إن الجلسة انتهت ودية في قسم الشرطة وتسلم أشقاء الراحل تصاريح الدفن. وأوضح خالد إن أرملة حلمي بكر كانت تنوي نقل الجثمان إلى شقة الراحل بالمهندسين وتشغيل التكييف على جثمان حتى موعد الدفن بدلا من حفظها في ثلاجة الموتى للحفاظ على سلامة الجثة حتى وصول نجله.